جبنا لكم 3 بياس ب250 بيوت النعاس البنات والعبار الكبير واللوينات. شوفوا معايا اللوينات كيحمقوا، وتاخذي طابيه بيوت النعاس ب250 درهم لون هي هذه زربيه ماشي موكيت، لي متر ونص على 3 غتبقى ب 600 درهم. كاينه واحد الهوته في هاد الكويطات اللي كانوا 230 درهم، اليوم 180 كويط، جوج بلايص ب 180. ويلا خديتي جوج لي زار المبرد لهذا الصيف اللي كيجي فيه زارت الغطا وزارت لاستيك، هانتوما هي ولا موكيت عندنا فيه جوج مترو على 3 ب 700 درهم. شوفوا معايا 3 على جوج 1080 بدل 1500، اللون واعر. الجديد فيها هو البربوري في الزرب جديد والقطني، هذا كويت قطني 100%، الناس الحساسيه مبرد في هذا الصيف واللي تيفرش حتى جوج مترو جوج على جوج. اليوم في الريدوات شي حاجه طوب، عاوتاني نشوفوا معايا الثوب اليوم واليوم العبار الكبير اللي هو. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد، واليوم ثلاث ومسلسل ثلاث لكل دار كل جديد، كل اسبوع الجديد مع اختي ناديه. وكيف ما وعدناكم الاسبوع اللي فات، اليوم الجديد في الزربيه وفي الموكيت ان شاء الله، ودائما الهوته في الموكيت وفي الزربيه الكويت كيف ما العاده. وغادي ندوزوا لكم حتى كل ما هو جديد، اليوم عندنا الجديد حتى في العريسات، يعني دابا ما شاء الله الصيف والمناسبات. اليوم شوفوا معايا الجديد في العريسات، كل ما يتعلق بينوارات الحمام لكويت ليزور كل شيء ان شاء الله غنشارك معكم هذا الشيء في الفيديو اليوم. ما تنساوناش في لايك وفي بارطاج المحل اللي كيتواجد بالفيدير مدينه الدار البيضاء، حيت كيقول لكم كتقوليش المدينه، مدينه الدار البيضاء انفاس مع مقاطعه الصخور السوداء، يعني بالنسبه للناس اللي كاع يعني خارج كازا تسول غير على محطه كازا فواياج ولا محطه المسافرين، ولا كتبوها غير في جوجل ماب، جوجل ماب كتبي فيها لكل دارك كيطلع لك اللوكاليزاسيون حتى المحل. تيحلوا طيله الاسبوع ما كيسدوا حتى شي نهار من 10 حتى 8 ونص لا ليفغيزون في كازا وفي خارج كازا. ونقولوا صباح الخير. صباح الخير ناديه. صباح النور. كي صبحتي؟ لاباس عليك؟ بخير؟ امورك مزيان؟ صباح الخير فاطمه. صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ كل شيء على خير؟ الحمد لله. مرتاحين؟ بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ناديه؟ تحيه للمشاهدين كاملين. مرحبا. لا القدام ولا الجداد، كنشكرهم بزاف على المعامله ديالهم وعلى لي كومونتير ديالهم زوينين وعلى لي لايك ديالهم، الله يحفظهم. واللي عنده شي حاجه يا ربي تناولها لي في هذا الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قبل ما نبداو كل شيء ديالنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه عليه أجمعين. افضل الصلاه والسلام. والبنات مرحبا بكم و100 الف مرحبا. واليوم راه كاينه الزربيه اللي بغى لي الناس اللي مصدعينا على الزربيه. أيوة الموكيت ان شاء الله، اليوم غنديروا لكم موكيت جديد وزواقات جداد. تبارك الله، هادشي كله الجديد، كاين كلشي جديد. وغادي ندوزوا لكم شويه ديال سميتو ديال الجديد في الكويت، الجديد في الكويت والعريسات كما وعدناهم. يا ربي يسهل عليهم يا ربي. امين. عرفتي كنفرح والله ملي كتجي شي وحده كتبقى تاخذ داك الداز ديالها، الداز ديال بنتها، كتجيني البكيه وكتجيني الفرحه وما عارفه شنو كيجي. الحمد لله يا ربي تمر ليهم كاملين يا ربي. امين. واللي باقا عندها سميتو يا ربي تسهل عليها بشي زمان، واللي فيها الخير والهليم حن بنيه المسلمين كاملين يا ربي. امين. واللي مريض الله يشافيه، واللي كتوجع يا ربي تفكو حيلها يا ربي. امين. واللي كتوجد الله يكمل ليها بخير يا ربي. امين يا ربي. امين. تحيه للامهات كاملين ديال العالم، وتحيه للمراه الحديديه المغربيه اللي ديما الطوب ديما مشرفانا فين ما مشات. تبارك الله ما شاء الله علينا. تبارك الله ما شاء الله علينا، ما شاء الله علينا، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله على المراه المغربيه. المراه المغربيه عندها بزاف ديال العطاء، كتكافح ما شاء الله، بزاف ما تعطي، الله يعطيهم صحيحتهم يا ربي. امين. لامهاتنا ولا لبنياتنا ولا الكره الارضيه كامله وصافي يا ربي. تسخر لكل شيء يا ربي. ونبداو مباشره على بركه الله ما شاء الله.
وتحيه لنعيمه من القنيطره. انا قلتها وقلتي لي سلمي على لطيفه. هي سلم عليها الخير. سلم عليك الخير حبيبه ديالي. سلم عليك الخير. الله يكمل عليكم بخير في داكشي اللي كتقادوا فيه. الله يكمل. الله يسخر لكم. الله يسخر لكم. تحيه لك حبيبه ديالي وتحيه مرحبا كاملين. مرحبا اختي نعيمه ومرحبا بالناس ديالنا كاملين خارج الوطن وداخل الوطن. الناس ديال القنيطره المغرب كامل. باش حتى واحد ما يبقى فيه الحال. المغرب كامل والمغاربه فين ما كانوا. الحمد لله. كنقولوا دائما الله يلاقينا ما احسن منا اختي ناديه. الله يلاقينا ما احسن منا. هذاك الشيء اللي كاين. ويدخل مع هذا الباب راه بحال داخل عندنا لدارنا. مرحبا والف مرحبا. مرحبا بالجميع. ودابا ناديه مسكينه راه مقسومه دابا بين المحلات بجوج. دابا كتكون تما كيعيطوا لها كيقولوا لها يلاه معنا نتقداو هنايا. كيجروها من هنا كيقولوا يلاه معنا ليا نتقداو. باش نكمل ليهم داك ليك ولدارك ولدارك. راه كاين الجديد في الرمي البنات كيحمق داك الشيء واعر. ان شاء الله انتظرونا الاسبوع الجاي غادي يكون فيديو من ليك ولدارك في الرومي ان شاء ولكن الله. ولكن الناس اللي علمتهم وما عارفين كنت غادي ندير لهم حطوا لي الفيديو اليوم. البنات كان سوء تفاهم بيني وبين ناديه وجده كل شيء. وكنت شي. غادي نصور لكم وإلا قبلتوا عليا راه غنلوح عليكم في قناتي. يلا مزيان. الله يسخر. الله يسخر. حيت ما غاديش نقدر نخليكم تنتظروا ان شاء الله. وجدت كاع داك الطلبات ديالكم. مرحبا مرحبا. وحطيتها واختي لطيفه عندها عندي التزام يعني التزام الكلمه الكلمه. وغادي تسمعوا لي. المهم غتقبلوا ان شاء الله. ان شاء الله انا فيديو وغادي تقبلوا عليا. ومرحبا بكم و100 الف مرحبا. الله يسخر. غادي نخلي ان شاء الله غير تحطوا اختي ناديه نحطوا لهم في المنتدى باش كل شيء يدخل يشوفوا ان شاء الله ويشوفوا الجديد حتى الاسبوع الماجي ان شاء الله. ونصور لكم انا الاسبوع الماجي نجيب لكم ثاني جديد ان شاء الله. الله يسخر. جود البنات. الله يسخر. ونبداو ان شاء الله بالكويت ديال البلاصه. هذا بلاصه حيت كاينين جوج بلايص وكاينه بلاصه. حيت اليوم فرشناه في بلاصه كبيره وما شاء الله تيبان كبير. يفرش متر و80. يفرش حتى متر و20 اختي ناديه. الماطله د متر و20 ما شاء الله. بلاصه وحده كوه ديال تيكسور راه معروف غني عن التعريف. لان بلاصه وحده ما كانش فيها الزواقه. كنا دوزنا داك الاسبوع في جوج بلايص. تقريبا كل شيء اللي فيه بلاصه فيه جوج. فيه جوج. كيجي هذا هكا دوبل فاس تيكسوره. اليوم هادو شويه زايدين في لاكاليتي زايدين شويه. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا معايا كاين هذا اللون. كاين هذا اللون هذا ها هو. هادو 200 درهم. لا 280. 280 زايدين وهذا تا هو كنا شفناه داك الاسبوع جوج بلايص. اييه دابا اليوم في بلاصه اللي كيجي على هذا الشكل يعني كتحسي به قطني. شوفوا معايا انتوما كيفاش كتجي فيه هاد الباندا دوبل فاس. اييه والمخده ديالو شوفوا كبيره يعني على حساب متر و20. على حساب متر متر و90. على حساب 90. شوفوا اييه هادو كلهم شفناهم داك الاسبوع في جوج بلايص. ها هو ما شاء الله وصلنا دابا ل 300 درهم. ها هو 300 درهم ديما مع بلاصه. ديما بلاصه. هانتوما البنات هادو راه حيت راه اللي كيجيو كياخذوهم كيعرفوهم. واللي خداوهم البنات يكتبوا لنا تعاليق كي جاتهم الكاليتي ديال الكوات. لا الكاليتي انت ربينا راسها. شوفي كي داير. شوف الثوب ديالو هذا قطني. خير ان شاء الله. كيجي دوبل فاس هذا فاس هكا اسبرو فاس راي. شوفوا معايا ها هو انتوما انتوما شوفوا معايا ها هو. لا هادو شي حاجه راه اييه ما شاء الله. شوفوا هادو الوينات هادئين الوينات راقيين. ها انتوما الفصل الاخر. المهم ديالنا الوليدات ديالنا الابهات ديالنا. شوفوا معايا هاد اللون هذا تا هو كيجي دوبل فاس. هانتوما راه فاس كيجي على هاد الشكل هكا وفاس لاخر تيجي هكا نص نص. هادي بلاصه وحده من الكويت اللي كنا دوزنا داك الاسبوع في جوج بلايص بالكاليتي العاليه. شحال كنا دوزنا داك الاسبوع جوج بلايص اختي ناديه؟ دوزناه ب 400. ب 400. هادي بلاصه وافيه تفرش حتى متر و20. عرفتي علاش؟ حيت جوج متر ماشي حيت وافيه. حيت وافي هذا فيه العبار كبير والكاليتي ديال الكويت قطني. هذا ب 350. هذا ب 350. هذا الشيء قلتي لنا ديال الطلب المتابعين. قالوا لهم جيبوا لنا منين خداو هذا. دابا التكستوره كاينه 200 درهم وكاينه 300 درهم وكاينه 350 وكاينه حتى 400 درهم. كل واحد كياخذ داك الشيء اللي كيعجبه ما شاء الله. حيت الناس
كل واحد والمستوى ديالو، حنا كنحترموا كلشي الفئات والله يوجد الجميع. كاين اللي تيبغي كاين اللي كيبغي الجوده في الثوب على الحساسيه القطان يعني كلشي كاين الحساسيه هادو وعندهم حتى هما عاوتاني واحد راه حتى ملي كنبغيو نمشيو اي واحد كيبغي يمشي لاي بلاصه كتمشي غير القيصريه ولا كتمشي عند الخضار راه كتلقاي مطيشه بكذا وكتلقاي مطيشه بكذا، كل واحد كياخذ على قد الاستطاعه على قد الجهد ديالو، وداك الشيء علاش كنقولوا الله يوجد الجامع. وهادو مقارنه في بلايص اخرين راه اثمنه طالعه مقارنه في بلايص اخرين طالعه هادو قطن قطن ما شاء الله. هادو 350 عندنا فيهم هذا اللون هذا وعندنا فيهم هذا اللون، لوينات واعرين هادو كلهم شفناهم في داك السيمانه. العبار ديالهم راه 2 متر شوف الكاليتي ديالهم واعر ويفرج حتى بالنسبه للناس اللي عندهم ناموسيه فيها متر و20 راه يجيهم عبار يجيهم زوين. اما بلاصه تبارك الله راه غادي تكون شيطه. شوفوا هذه شوفوا هذا اللون كي داير فيه ثلاثه، شوفوا فيه هذا البيض مرخم وهنايا وفي هذا اللون هذا يعني جهه ما تشبه جهه والفاس الاخر كله هكا. شتو عرفتي فيه واحد الملمس واعر جمعي كامل اختي نادي شوف جمعوا كله حريري ما شاء الله 350 فراشوطه كيف كنقولوا 350. وعندنا الريشه هذا ريشه دابا الريشه موضه في كل شيء والفاس الاخر هكا شوفوا كيف جا الملمس ديالو بعدا بارد. نادي اختي نشوفوا المخده ما شفناش اليوم المخده باش نشوفوها تكون كبيره على قد البلاصه شفتيها ها هي تكون كبيره وهي بالسلسله ها انتم ايه ايوه بالسلسله ما شاء الله كاين اصبروا هنا وكاين 350 غادي يعرفوا دابا داك الهضره اللي شرحت ليهم هما غيعرفوها هنايا ياك. دابا هادي ها حنا دوزناها هي بلاصه 350 ياك واجي دابا ندوزو ليهم جوج بلايص جوج بلايص ب 230 درهم شفتوا الفرق فهمتيني هنا بنتي ما غيعرفوش. وهذا حتى هو ملي كتمسي حتى هو كتلقايه رطيطب ولكن الاخر الصراحه رطاب عليك كتحسي به قطني لا رطيطب عليه هو هذا ايه شوفوا هذا كيفاش جا داير هكا حتى هو ريشات كبارين والفاس الاخر فيه واحد اللون شوفوا اللون الاخر الباج ايني شوفوا الباج ديالو هذا كيفرش متر 40 متر 60 متر 40 هادو 230 درهم 230 درهم. وشوفوا هذا اللون الجديد دابا عاوتاني انا تعمدت باش ندير لهم واحد فوق واحد باش يعرفوا الفرق هذا جوج بلايص تيكستوره 230 شوفوا اللوين اللوينات وتوادوا بالفاص هذا لا هذا هذا نفس الفاص فاص واحد هذاك المذهب اللي كيكون فيه انت هذو كلهم ريشات هذو كلها جديد هذه كلها جديد يعني في التكستوره اليوم الوان جدادين ما شاء الله و 230 و تيفرش متر 40 متر 60 الاخر هذا كله تيجي هكا في البيض والكريم مفتوح والكريم مغلوق حتى هو ريشات ما شاء الله و 230 درهم تيفرش متر 40 متر 60 شوفوا اللون الاخر اختي نادي درنا لكم المخده باش تشوفوه كيفاش كيجي وهذا اللون هذا حتى هو هانتوما شفتوا كاين اللي كتكون المخده كتجي هكا خفيفه كاين اللي كتكون بحال هكا بحال تيكستوره هانتوما هلوم كيكون فيه نفس اللون تيفرش متر 40 متر 60 و 230 وغندوزو ل 300 دابا هذا غندوزو ل 300 هذا كيكون العبار ديالو وافي شويه كيبغيو هذا كيكون العبار ديالو وافي شويه ياك كيكون وافي شويه وتا هو قطني ما شاء الله وكيكون دوبل فاص فاص هكا وفاص هكا وهذا كيمشي ثلاثه ديال المخدات جوج مخاد هم مخده صغيره بنتهم هانتوما هالموديل كيفاش داير ما شاء الله هادو 300 درهم وبالنسبه للعبار انا دي اختي كيفرشوا متر 60 متر 80 لا طويل شوفوا لا طويل يفرش متر 60 متر 80 في 22 42 ما شاء الله نشوفوا عاوتاني اللون الاخر هو هذا كيجي دوبل فاص ثلاثه المخدات المخده ديالو نادي اختي كيفاش كيجيو هادو راه فتنا دوزناهم دابا جاو حنا وريناهم ليكم كيجي بالسلسله دا هو سامبل ها الاخر حتى هو سامبل يعني فاص ما كيشبه فاص ها فاص ما يشبه اييه شوما وحريري وزوين ويفرش متر 40 متر 60 يعني متر 80 كتجي لحد في القد
مترو 80 كتجي حد في القد. هذا مترو 40 مترو 60 كيجي وافي ما شاء الله. هذا عاوتاني فيه البوغدو وكيجي صاري على هذا الشكل. ها انتم المخده صغيره، ها انتم شوفوا معايا شفتوا هذا كيتسمى كاتبيات. ها هو وهادو 300 درهم. 300 درهم. والجديد هذا لاول مره، دابا غنبداو في اللوينات الجداد في هذا الموديل. هذا لاول مره هذا اللون. انا بطغي شويه لتحت اختي ناديه. ها انتم شفتوا هذا لاول مره، والفاص الاخر كيجي بيج ترابي شفتوا ما شاء الله. هذا 300 وتيفرش مترو 40 مترو 60. شوفوا معايا هذا اللون، هذا حتى هو كيما هذا الفاص. اييه ما شاء الله لون ميشبه لون. وهذا ثاني كويت من الكويتات اللي شفنا في بلاصه وحده، ديال توبهم قطني مبرد في هذا الصيف. هذا التوب ديالهم واعر. هادو عاوتاني تشكيله ثانيه، الكماله ديال الاسبوع اللي فات كنا ورينا لكم الوينات، هادو الوينات اخرين جدادين. شوفوا معايا الملمس، الملمس ديالو واعر. ها كيفاش كيجي في التفريشه، ها نتوما العبار، ها العبار ديالو ها هو كيجي فيه جوج ونص، جوج وخمسين على جوج وسبعين. المخدات عندنا 50 على 70 شفتوا ما شاء الله. وقطني نعاودو نشوفو التصويره اختي نادية، هانتوما شوفو كي كيجي في التفريش، يعني كتفرشي على هاد الفاص وكتفرشي على هاد الفاص. هذا دابا هاد الزواقة فيها هاد اللون، فيها هاد الكري والسيال وفيها الكري، وكتفرشي على دوبل فاص. هذا الرقي في الكواط ما شاء الله. شوفو معايا هذا سلعة شيك كلاس كلاس كلاس. يلا شوفوا هذا اللون، هذا الازرق. شوفوا عاوتاني هذه زواقه اخرى، والفص الاخر كيجي هكا. شوف اييه ديالهم راقيين، ها نتوما شوفوا شوف الطلق. اييه والعرض هذو كيفرشوا، هذو اللي زوين فيهم انهم عراضين كيفرشوا العبار الكبير 2 متر ما شاء الله. هذو الحساسيه ومبردين. هذا اللي شفنا في بلاصه وحده، دابا جوج بلايص فيه شفتوا، اللي شفنا قبيله في بلاصه وحده. شوفوا اللون التالي فيه لوينات زوينين، كيفاش دايره كتحمق. شوف باش يبان ليهم، ها انتم فاص على هذا الشكل وفاص الشكل الاخر، شوف كيفاش كيجي. حتى هذا واعر ما شاء الله، عبار كبير يفرش حتى لجوج مترو و 400 درهم. والثوب ما نقولش ليكم، الثوب ديالو خطير. وكاين هذا شوفوا حتى هو فاص ما يشبه فاص. شوفوا الفاص الاخر كيفاش كيجي، اسبرو كبيره، والفاص التالي شكل اخر، يعني كت ما شاء الله كيجي كوت ثوب واعر. من الملمس ديالو ملي كتمسيه كت الملمس ديالو واعر. كاين هذا الشكل هذا حتى هو كيجي هكا مثلثات. اول ما دخل قسما بالله الى البارح بيت على واعر، بيت بغطيه بواحد. ياك بصحتك دابا نوصل اللون ونوريه لكم. دوزتيه ما شاء الله زوين، واعر فريشه والله زوين. وهذا الفصل الاخر ديالنا عندي الناموسيه متر و60 وعندي فيها عاليه 30 وزيدي الغونجمو غطى كل شيء ما شاء الله. لا كبارين، هي الطبله تبارك الله كبيره. شوفوا هذا كيجي هكا اسبرو، والفاص الاخر تيجي غي. شوف ها نتوما لوين شوي بارد، هاد اللوينات ديال شي طاطي ياك مع اللون الزرق ان شاء الله. الله يسخر الجميع، الله يجيب التيسير للجميع. صحة والسلامة اختي نادية، هي كلشي. وهذا الموديل اللي شفنا في جوج بلايص في بلاصة وحدة، ها هو تا هو في بلاصة، يعني نفس الثوب بالنسبه للناس اللي كتقول لك بغينا بحال بلاصه بحال جوج في هذا الموديل هذا. وعندنا بلاصه وحده ابتداء من 200 درهم، من 180 ديال الرسوم 180. قلت لهم قبيله، قلت لهم راه التكستوره تختلف، راه كاين 180 ديال فيها الرسوم، وكاين 200 درهم التكستوره. شوفوا كاين 250 دو بلاصه هي حداك الطوك موجود. عطا الله الخير، كل واحد على قد الجهد. هذا الطلب ديالكم، بغيتو كوات قطني 100%. شوفوا معايا هذا اللون حتى هو جغزال ما شاء الله، كيفرش حتى ل 2 متر و 400 درهم. باقي لبقى اخر لون هو هذا دابا ليزار.
الإزار كيف ما كتشوفوا جاو فيه لوينات واعرين، وحتى التوب ديالو هذا مشمعي تصبن غادي يرطب. ها نتوما عندنا الإزار لاستيك، وعندنا الإزار الغطا، وعندنا المخدات والمزود. ها المزود ديالهم ياك؟ ايه. وهادو راه كانوا وحدين، كان ملي كان كيجي معاهم المزود كيكونوا محلولين من هنا ومن هنا. وكانوا كيقولوا لك علاش ما كون غير كانوا المخاد مسدودين، هذا المخاد ديالو راه مسدودين وزيد فيه المزود. ها نتوما يعني كتدخلي المخدم من هنا. وهالبوش ديما باش كتجي المخدم مغلفه. وهذوك الاولين كانوا كيجيو محلول من هنا، محلولين بحال هكا بحال المزود، حيت مع ملي كيكون المزود كيول المزود راه والثمن. وهادو 180 درهم، خمسه ديال البياسات ب 180. عندنا فيه اللوان، شوفوا اللون ديال هذا اللون فن هذا. اييه اللوان الاخرين راه شوفوا هذا اللون هذا حتى هو تعمدت نفرش اليوم جوج. جواعر هذا اللون حتى هو، شوفوا معايا عرفتي مع دايرين نيت على ماطله جا هو هذاك. راه علاش قلت لهم حتى متر و40، راه حتى متر و40 كيجي فيها زوينه البنات ما شاء الله. شوفوا معايا هذا اللون هذا غزال حتى هو. عرفتي هذا البنات راه فيه بزاف ديال الالوان، نختارينا غير بعض الالوان زوينين. وها انتم باش دابا نمشي نوريهم ان شاء الله. دابا هذا كيفرش، دابا هذه ماطله متر و40 وهو سي غير من الفوق فاطمه، وهو متر و60. ها انت داك شويه اللي جا شايط، ولكن راه كيجي في الماطله ديال متر و40 بحال كتلمط به كامل، لحيت ما كيلقاوش. دابا متر و40 ما كاين حتى في بلاصه، واخا تجيبي السلعه ما عرفت منين تجيبيها، ما كاينش متر و40. كيكون عندنا غير لاستيك بوحدو. لا هو بالمخدات. ولكن هذا دابا متر و40 متر و60. شوف المزود ديالو قداش. ها شتي دابا المزود، ها انت راه اللي بغات ديروا جوج مخاد اللور ودير جوج القدام، ها انت راه كيكون العبار مازال زايد على العبار ديال المخاد. ها انت ها شحال هي مزيانه تكون كبيره اللورانيه، كيوليو اربعه ديال المخاد. واللون شوفوا معايا اللون تيحمق غزال هاد اللوين هذا، كاين هاد اللون هذا. وحنا حطينا لكم هنا غير بعض اللوينات شفتوا. ها انتوما و 180 درهم. والبنات اللي سولوا على هذه راه بقاو يسولوا، كانوا سالوا لها اللوينات. راه جات في حله اخرى. شوف هاد اللون هذا عاوتاني، شوف هاد اللون واعر هاد اللون. شوفوا واعر هاد اللون، شوفوا معايا البربري. البربري في الزربيه، البربري في الزربيه 250. فيها متر ونص على جوج تقريبا باش ما يقولوش كذبنا عليهم ولا شي حاجه. هذا واحد الصولد في الكويت، جوج بلايص اللي كانوا تيديروا 200 درهم اليوم، يعني حتى سالينو كتقول لي انا 230. قالت لي اختي ناديه بلاتي نديروا واحد الكادو لهذا الفيديو. اييه لهاد الناس المشاهدين ديالنا تما نفرحوا بهم، حيت هادو راه كاين دابا في الصيف اللي كيفرشهم على الارض وكينعس عليهم، حيت فيهم اللواط شتيهم. دابا هادو عوض 230 درهم و 200 درهم غادي نديروا لهم 180 وجوج ب 350 درهم. يلا خديتي واحد 180، خديتي جوج ب 350. هاد الموديل عاوتاني راه كيدير لي عندهم الكاش كويت، راه كتمشي في الكاش كتربح كويت كتربح سخونيه في البرد حيت كيتخشى في الكاش. يعني دابا تاخذوه تستغلوه فرشوه وفي نفس الوقت يتخبع البرد ان شاء الله. البرد ان شاء الله في هاد اللون هذا، وفي هاد اللون الكويت ديال 230 و 200 درهم اليوم 180 وجوج ب 450 درهم 350 درهم. وشوفوا معايا هاد اللون هذا حتى هو ما شاء الله، حتى هو 180 درهم بدل 230 كوات بالمخدات ديالو. وإلا خديتو جوج 350 درهم. وكاين هاد الشكل هذا، ولبست لكم ليه المخدات باش يبان لكم كما قلنا لكم من 230 ل 180 وجوج ب 350، وكميه محدوده 22 حبه 23 بياسه. انا غنبين لكم الاول اللي بقاو فيهم، بقى فيهم هذا اللون هذا حتى هو اللي شفنا، واللون الثاني شفتوا 23 حبه كوت 180. واللوينات اللي بقاو فيه شوفوا معايا، انا نمشي نوريهم اللوينات انتم البنات. ها نتوما هما دو اللوينات اللي فيهم، هاد الصف وهاد الصف، هادو هما اللوينات في داك الغوز الصفر شتو. 180 23 بياسه فقط. ندوزو الجديد ان شاء الله، نريدو داك السيمانه ما دوزناش وكانوا في التعاليق سولوا عليه. هذا جا راه توب ديال جلابه ديال بحال هذاك مخاطي تسمى بحال كمخا. وها نتوما فيه هاد
اللي فايتها في هذا ما كيحيدش البنات. شريك ما بغيتو نفرك لكم، توحشتوا الفركه. لا لا غتفركها فيك هانتوما. اييه كيجيو هادو فيهم عبار كبير. وهانتي وراه ما كيدخلش الضوء. الضوء الشمس الغبره. لا الشمس لا ضوء لا غبره لا والو. وفي هاد اللوينات، في هذا ها هو، في هذا الابيض، وفي هذا الغوز مرتديه، وفي هذا هذا زواق اخر اللون في اللون. خلينا نشوفوا هذا الزواق هذا ارجونتي انتو، ولكن شوف راه ديال الهبال البنات، راه كتيقوا بيا انا ملي كنقول لكم شي حاجه. شوفوا هذا كي داير، شوفوا كي داير، شوفوا ما كنبانش لك. لا ما كتبانيش، هذا نيس ديال الصالون، هذا تحتيه ديال الكاشط. شديكا ها انتم البالكون شتا فاطمه شتي. وجا فيهم العبار كبير 3 × 42، شفتوا هادو 3 × 42 فيهم بجوج. ها انتم تشوف ديال هذا تقدر ديري تاكاش مع فيه هكا دوك قلي. عندها شي وحده، شي واحد شاعلين فيه اللوان كديروا الوسط، وهادو كتاخذ واحد كدير واحد من هنا وواحد من هنا. صالونات بيوتنا بحال هكا، بحال هكا كيجي بحال هذا الستيل. وكاين هذا الشكل هذا اللي كيجي هكا بحال البروكار، الملاكي داير بحال البروكار. شتي الملمس ديال البروكار. وهذا بروكار بالثقل اللي كاين هذا، وكاين هذا، وكاين هذا، و 220 درهم 3 متر × 45. وندوزو ان شاء الله للزربيه والموكيط. وكما قلنا لكم غندوزو الزربيه وغادي نبداو. دائما 3 بياس ب 250 جات ديال بيوت النعاس، والعبار ديالهم كيكون وافي ما شاء الله. هو يا البنات والهبال في الموكيت، الهبال تبعوا الفيديو حتى الاخر البنات كما القاعده. لايك 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 فهموني. شوفوا معايا الموكيت 3 بياس ديال بيوت النعاس، العبار ديالهم زينب. وحده كتكون فيها 80 على متر ونص، 80 في العرض على متر ونص. والكبيره هي الكبيره، هي الكبيره. وجوج الصغار كتكون فيهم 60 على متر ونص، 60 على متر ونص. تبارك الله راهم وافيين، و 250 درهم رجعات حيت كانت ما بقاتش، راها جات وعندنا فيها اللوينات. شوفوا معايا الاحمر اللي كان عليه الطلب راه جا، و 250 ها اللون الاول. اييه والله صبنيها في البلاصه زعما صبن ورد هادو حيت خديت منهم. شوفوا معايا هذه الكري والزرق، ها هي 250 فيها الاخضر الملكي، الملكي 250. وعندنا الكري هذا شكل اخر، الكري بالبلومارين سكرين، اللي بغات شي حاجه غير دير سكرين. وعندنا الباج طوب اللي تيجي مع اي لون عندك في الكوات. شوفوا اييه، شوفوا معايا هانتوما كيعطي اللوان، ملي كتقلبي عاوتاني كتعطي لون اخر فاطمه اختي. اييه وعندنا الازرق، شوفوا الازرق ديالها ما شاء الله مع داك الباج، و 250. وندوزو ان شاء الله هذا كولوار، هذا كولوار في الزواقه جديده. فيه الكولوار وفيه حتى الزرابي. دابا فشي وحده كيكون عندها السيجور قريب الكولوار وكتبغي بحال كتبغي من الدخله ديال الدار لهذيك البلاصه ولا، راه كاين الكولوار وكاين العباره. هذه فيها 3 ونص، هذه فيها مترو على 3 ونص، الثمن ديالها 400 درهم. مترو في العرض على 3 ونص، 300 شحال؟ 400 درهم، 400 درهم. يلا مترو على 3 ونص. عندنا في الزرق، في هذا الباج وفيها الزرق، نفس العبار، نفس العبار. لا انا شوف لي وعندي هنايا هانتي، شوفوا هذا الباج هذا شحال هذيك؟ مترو على 3 مترو، الثمن ديالها 345. هذه مترو على 3 شحال؟ 345، 345 درهم. البنات بقاو، راه غادي ندير لكم السولف في الزربيه، في الزربيه الحقيقيه راه غادي نقص لكم فيها ان شاء الله. هذا حتى هو مترو على 3 شحال؟ 345. دوزو العبارات، هذه شحال فيها؟ جوج على 2، هذه فيها جوج على 2 اونص، فيها جوج على 2 اونص، الثمن 575 درهم. هذه فيها جوج على 2 اونص
575 درهم. نقدر نقول لك العبارات كاينين؟ هذا فيه كاع العبارات، هذا كيتقطع. اللي بغات شي عبار كتعلمنا قبل ب 24 ساعه كنوجدوا لها العبار ديالها. ما شاء الله. ضروري. حيت سير كوموند كيكون. كاين هذا العبار هذا. شوفوا معايا عاوتاني هذا العبار واللون. هادو كنجيبوا لي ستاندار، يعني عندها شي عبار كنصايبوه لها. هذه جوج على ثلاثة. هذه فيها جوج مترو على ثلاثة، الثمن 700 درهم. ثم هذا تا هو عبار اخر، هذا تا هو فيه جوج على ثلاثة ب 700 درهم. ما شاء الله، هذا موكيت واي عبار بغيتوه راه كاين. شفتوا كيفاش داير؟ عندنا عاوتاني هاد الزواقة أخرى وعبار آخر. شو زواقة ما كتشبه زواقة. هاد العبار هذا فيه جوج على ثلاثة ونص، ثمن 800 درهم. جوج على ثلاثة ونص ب 800 درهم. دوزو للسولد في الزرابي، هادو الزرابي. شوف ها انتوما، هادو الزرابي. شوف هادي زربية، العبار ديال اختي نادية. حرير اختي انت، جوج على اربعة. هادي العبار ديالها جوج مترو على اربعة. جوج مترو على اربعة. الثمن الثمن راه كان 2000، كان 2200، هبطت ل 2000، اليوم 1900 درهم. 1900 درهم بدل 2200. 1900 درهم بدل 2200. جوج مترو على اربعة. زربية. هادي الصغير اللون الثاني والعبار الصغير. زواقة أخرى. هادي راه كتعطي جوج تلوان، شوفهم على حسب الإضاءة. هانتوما شفتو. هنايا أيه. انا نقرب لكم اي هذه الزربيه كتسمى زربيه الحرير. الحرير. وكيكونوا هكا ماشي واقفين ياك ناديه. لا كتكون زوينه اللي كتكون معصبنه كاع ما ديها، تعذبك في الصابون، تعذبك في كل شيء. العبار راه تركيا، راه ماشي العبار ديال هذه هي تركيا. العبار ديالها متر ونص على جوج ونص. متر ونص على جوج ونص، الثمن الثمن كانت 1000 درهم، دابا 900 درهم. 1000 درهم تنقصت فيها 100 درهم، 900 درهم. يلاه العبار متر ونص على جوج ونص. نشوفوا اللون الثاني، حتى هي عبار صغير، هذه في التخكوا. ناديه اختي بالنسبه للعبارات كبار حتى هما فيهم السولد. لا كلشي كلشي ناقص، يعني دابا عندي فيها سميتهم العبارات كبار، كلشي هاد الصغار عندي فيهم العبارات كبار. ما شاء الله، يعني دابا ملي غنجيب مثلا غنقول لك بغيت هاد الزربيه بحال دابا اللي مكتوبه فيها 1000 درهم، اللي فيها متر ونص على ثلاثه، غناخذها ب 1000 درهم ولا غناخذها بثمن الصول؟ غنبيعها ب 900 درهم. 900 درهم، يعني ناقص 100 درهم. حيت انت ها الكبار ديال هادو، دابا هادي هي الصغيره، ها الطويله ديالها. شتيها؟ العبار الزرابي كلهم ناقص 100 درهم. يلاه هادي حتى هي العبار ديالها. هادي العبار ديالها حتى هي بحال هادي. متر ونص على جوج ونص، 900 بدل 1000. بدل 1000 900. يلا هاللون الاخر. البنات راه مكتوب وراه هي ورا المصدر ديالها، شتي؟ ايه تركيا. راه تركيا. كاينه هذه المحفره كتسمى. كاينه هذه حتى هي، عرفتي علاش دوزتهم منهم؟ دابا بحال هذا كيبغيو ياخذوا من العريصات يديروا لهم في بيت النعاس، فهمتي؟ ايه. هذه حتى هي، ها انت العبار ديالها. متر ونص على جوج. متر ونص على جوج، الثمن الثمن ديالها 600 درهم. 600 درهم، 550. يلا 600 550. الزربيه البنات كيفاش دايره، وحتى هي تركيا. شفتيها؟ ودابا غندوزو للمفاجاه الجديده. هذه ماشي ماشي موكيت، هادو راه زراب. لا موكيت، هذا موكيت. دابا هذا انت غتقلبيه باش تعرفي. هذا راه موكيت زربيه، حيت التحت ديالو شفتي مدكوكة ومخيرة وكاليتي عالية. هذه ما فيها لا خملة لا حتى شي حاجة. شوفوا اللون ديالها، هذه العبار ديالها والثمن. هذا العبار ديالها متر وخمسين على جوج وخمسين، متر ونص على جوج ونص. متر ونص على جوج ونص، الثمن 675 درهم. 675 درهم هذا الموديل. هذا لون، كاين هذا الشكل، هذا هذه زربية، هذه زربية. متر وستين، متر وستين في العرض على جوج وثلاثين. بين 700 و 650. يلا استغلوا هاد السولد هذا. كاين هاد، مرحبا بك، مرحبا بك الجنة اختي نادية. هذه العبار، العبار ديالها متر ونص على جوج، كانت 500 450 درهم. 450 درهم.
وبعد المناسبه الاعراس وهادشي بغي شي واحد طاب. ايوا دابا ان شاء الله العيد كيبغيو الناس يبدلوا طليمطات يبدلوها هكا موكيت زربيه. هاد اللون زوين حتى هو. متر ونص على ثلاثة. متر ونص على ثلاثة. 650 600 درهم. 600 درهم متر ونص على ثلاثة. هي هذه الزربية الخفيفة. هي واش سميتها خفيفة ولا هي خفيفة أصلا؟ وفيها الغوف. هانتوما شوفوا هذا راها زربية ماشي موكيط وكتجي في هذا الشكل. أعطيني هاد العبار اللي مكتبة ليها. جوج على ثلاثة كلهم جوج على ثلاثة. جوج متر على ثلاثة. الثمن ديالها؟ 1080 درهم. 1080 درهم. 1080 درهم جوج متر على ثلاثة. أييه أنا ندور أنا ندور أنا ندور أختي نادية ثقيلة وأنا نادية ثقيلة. حنا خصنا نوفيوه هانتوما شتو دابا حنا عندنا العكس المفتوح. فيها الغوفلي 1080 درهم. ها اللي واعر أكثر. شوفوا هاد الباج بالحمر. أييه شوفوا هادي حتى هي غزالة ما شاء الله. هادي العبار زينب كلهم جوج على ثلاثة. جوج متر على ثلاثة 1080 درهم. 1080 درهم هادو راه زرابي ماشي موكيط. شوفوا ما غنمكنش حنا نجرو ونصورو ونديرو هادو تقالينا نجر لك هنا. ها هي هذا واعر هاد اللون. كلهم جوج ديال الشوفه طروات دي جوج على ثلاثة 1080 درهم. هذا الخضر ديالها نفس العبار جوج على جوج على ثلاثة 1080 درهم نفس الثمن. شوفوا لونين ستيك في لون. وهذا ثاني عاوتاني هذا لون واعر حتى هو. اللون حتى هو رائع. وجوج متر على ثلاثة اليوم 1080 زينب. هذا العبار شحال كان؟ ألف وخمسمية درهم. دابا 1080 هاد العبار جوج على ثلاثة. ما هذا لون حتى هو واعر جوج على ثلاثة 1080 درهم بدل 1500 هاوته في الزرابي اليوم. لون انسيك في لون. شوفوا اللون الاخر حتى هو واعر. هذا حتى هو هذا راه جديد جديد وبالصول ما شاء الله. جوج على ثلاثة بدل 1500 1080 درهم ما شاء الله. شوف عشاق القري. القري بالطوب. شوفوا هذا ما شاء الله حتى هو. وراه تيعطي مثلا دابا هانتوما كيعطينا مغلوق ومن هنا تيعطينا هكا مفتوح. ثلاثة على جوج 1080 بدل 1500. شوفوا هذا الأخضر هذا بالباج حتى هو كيفاش داير ما شاء الله. جوج على ثلاثة 1080 بدل 1500. هذا هذا حبس هذا هذا حبس هذا نادي هذا حبس غزال هذا واعر. قال لك اخر وهميسك ختامها مسك. شوفوا معايا ثلاثة على جوج 1080 بدل 1500 اللون واعر. كوم جوله هنا للعريسات يعني ما نخليوكمش بلاش العريسات ديالنا. الله يكمل عليهم بالخير في الكوفرلي في لي زو. اختي ديما بقاو توريونا داكشي ديال العريسات واخا نبقاو غير نشوفو فيه. يا اختي حنا حتى حنا نوريو لكم غير شوفو حتى حنا. هانتوما شوفو الجديد هالجديد يعني كل اسبوع ما شاء الله. هالي زيرات شتيهم راه كانوا 550 50 دابا 500 درهم. كاين طرز الحساب كاين طرز الحساب هو باشكاله. هذا 550 هذا راه ما كيتبدل هذا غير ديال التربيه. هذا منين تولدي اجي نعطيه لك هناري هنا. لا لا الله يجعل البركة. لا غير شوفو لا لا ها ويلي نديرو ليه كارو. الله يحفظك انا يا اختي. انت هذا الرسم ديالو مزيان ما كيتبدلش. والثوب ديالو راه ديال الهبال البنات. انتوما راه اللي كتعرف لا طوال طير قالها. ايه راه قليل غادي غيفهموني دوك العيالات صحاباتي اللي فلاش ديالي غيعرفوا شنو هو لا طوال طير قال. انا ما فهمتش انا فهمت لا طوال. انت يا بنتي يا بنتي ما فهمتش انا شي بالي انا. لا لا تبارك الله عليك فيه الدوغي وفيه داك لاجونتي. 500 550 فيه حتى البرونز. غير البرونز سهله. ولكن هذا الكوفر اللي هذا خطير هذا. لا ويلي راه غزال. شوف الفريش هذا البروكار. زين شحال الثمن هذا؟ 1000 درهم. 1000 درهم هانتي شحال فيه من ديال البياسات؟ 6 ديال البياسات. لي زار والمخدات. ولكن شوفي الكاليتي شوفي 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 لاكاليتي كيفاش داير. بروكار واعر هذا. كيف الثمن المزيان هذا 700 700 درهم. ثلاثة الألوان كيديما. هنا عندنا 800
800 درهم ها هو 800 درهم عندنا 900 درهم عندنا اللي 950 عندنا حتى هذا 950 والغريده ديالو ب 1400 تقريبا نفس الموديل. عندنا هادو بينوارات هادو كيمشيو بينوار العريسات كيمشيو جوج عروس وعريس عروس وعريس عروسه وعريس كيجيو على البانطوفا ديالهم عندنا هاد اللون حتى هو هاد الغوز ندير لكم غير جوله كاين بحال هاد البينوارات شحال عاوتاني هذاك الفوقاني 1300 والتحتاني 850 كيكونوا فيه شحال من بياسه قلنا 6 ديال البياسات جوج بينوارات جوج فوطات كبار جوج بانطوفات العرسان بجوجهم كاينين حتى هاد الفوطه هادي هاد الفوقانيه شتي اللي فيها الغوز هادي كاينين 6 ديال البياسات ب 300 درهم وكاينين 3 ب 230 230 كيكونوا فيهم الكبار والصغار وفيها حتى الغوز ها هو وكاين هاد الستيل هذا شوفوا هذا شحال فيه بياسه ناديه بزاف مي واش هادي 1000 درهم هادي 1000 درهم لا هاد الغوز اللي مزوميه عليها هذيك غير 300 درهم فيها 6 الفوطات 300 والبنوار اللي حداها 850 درهم حتى هو شوف ديال المراه وديال الراجل ما نقولوش عروسه وعريس راه اي مرات تاخذوا يا وراه وراه هي عروسه وعريس نيت صاحب المنطقه هذا 900 درهم هذيك كوت مانطا شتي ها هي كيفاش كتجي هذه حتى هي 900 درهم هذه المحفره كتجي على هذا الشكل هذا داك الكويت كيكون ديال المبره هذا 1400 درهم عندنا هذا الموديل ب 1100 درهم ها هو تا هو فيه الالوان كاين هذا ب 1000 درهم كيكون فيه ليزار ديال لاستيك شوفوا هذا شتي ديالو تصوموا داك السيد اللي مع مدام شوف كاين هذا حتى هو ب 1000 درهم كيكون فيه ليزار ديال لاستيك وكاين هذا حتى هو ليزار ديال لاستيك حتى هو 1000 درهم المانطا بيضاء بالبلو اللي بغى يخرج على الغوز واللوينات اللي فيه الغوز ها انتم اللوينات اللي فيه ملي كاينين حتى هاد لي سوميج دو نوي كاينين حتى هما ما شاء الله خلاص البيجاما حتى هي كاينه كاين الشنطه بالنسبه للشنطه حتى هي راه كاينه باش انك تكملي الشنطه زينب ذكريني 450 عندنا اللوينات العريصات والبيجاما البيجاما شوف نتوما الثمن ديال هادي بابون 150 درهم نتوما وهادي 3 بياس العريصات حتى هي ها هي الملابس الداخليه كذلك ولا انت راه كاينه المانطا اللي دابا بالنسبه للكادويات كاينه هادي كياخذوها بزاف هاد شتيها هادي 700 درهم انيقه شتيها كيفاش دايره وكاينه هاد بيلفيت راه كيعرفوها كلشي الناس دابا جاو الناس والفوطه خلاص راه عندنا 3 بياس ابتداء من 100 درهم عندنا فوطه صغار جناح ديال الفوطه ما شاء الله يعني ليكول دارك جميع ما شاء الله بحال مول صغير فيه كل شيء فيه كل شيء وكل شيء كاين الله يجيب الصحه والسلامه ياك اختي ناديه بالسلامه عليكم طيب البنات وكنشكركم بزاف وسيروا معنا في الدعم الله يجازيكم بخير مرحبا على التعاليق ديالكم الزوينه وعلى كل شيء ديالكم وتستاهلوا كل خير وبسلامه عليكم باي باي سلامه عليكم الفيديو جاي ان شاء الله بسلامه